ضربة كبرى من الداخلية المصرية، وتقوم بضبط شيكولاتة بالمخدرات. ننشر التفاصيل وعاجل الآن. الرئيس الإيطالي يصف شيخ الأزهر بهذا الوصف. ننشر التفاصيل وعاجل القبض على سيدات ورجال من عائلات شهيرة أثناء ممارسة أعمال منافية للآداب. وعاجل، منذ قليل نقابة المهن الموسيقية تطالب مطربا بالاعتذار بعد تحريف ابتهال مولاي الشهير. وتفاصيل البلاغ العاجل ضد زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة. وعاجل، الحكومة تكشف حقيقة رفع نسب الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة والدولية. في البداية جمعة مباركة على حضراتكم، وعاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك، عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وتقوم بضبط شيكولاتة بالمخدرات. وأفشل رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من العملات المعدنية الأثرية. أكدت مصلحة الجمارك في بيان صحفي أن المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبا أجنبيا من أصل عربي. أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، فأجاب بالنفي. وتابعت مصلحة الجمارك أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الركاب. وأكدت أن مدير الحركة كلف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 4 أكياس صغيرة بداخلها نبات الماريجوانا بوزن 15 جراما تقريبا، وواحد بار شيكولاتة به مخدر الماريجوانا، وواحد جهاز سيكارة إلكترونية به زيت من نفس المادة المخدرة، وواحد برطمان بداخله 12 من بذور الماريجوانا، واثنين علبة عدسات بداخلهما نبات المشروم المخدر، وواحد كيس بداخله مادة THC المخدرة، وأخيرا مطحنة خاصة بالمخدرات. أشارت الجمارك إلى أن المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، حيث استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبا عربيا أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائب الركاب على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بواسطة رئيس القسم، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون هناك عملات معدنية. وكلف مدير الجمرك مأمور الجمرك ومدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة، وبالعرض على مدير إدارة الجمرك بإبلاغ هناء المشهور مدير عام الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، والتي كلفت لجنة مكونة من مفتشي الآثار بالمعاينة والفحص، فأفاد بوجود 5 عملات معدنية ترجع للعصر العثماني، وعملة واحدة ترجع للعصر الروماني، وعملة واحدة ترجع لملك السعودية عبد العزيز آل سعود، وأنها تخضع جميعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته. مصدر معنا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذه كانت يعني بعض المضبوطات من قبل السلطات المصرية في المطارات المصرية. أترك لكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل الآن. الرئيس الإيطالي يصف شيخ الأزهر بهذا الوصف. استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب في مقر الرئاسة الإيطالية في روما، واصفا اللقاء بالمهم. ونقل الأزهر في
في بيان عن الرئيس الإيطالي تأكيده الترحيب بهذا اللقاء المهم، نظرا لما يقوم به شيخ الأزهر من أنشطة عالمية لتعزيز قيم السلام العالمي والأخوة بين اتباع الأديان، مبديا إعجابه بالعلاقة التي تربط شيخ الأزهر والبابا فرانسيس وأنها تظهر المعدن الحقيقي للصداقة والأخوة بين علماء الدين واتباع الرسالات، وتقدم قدوة ليحذو الجميع حذوهم. ونقل البيان عن شيخ الأزهر بيأكد فيه عن سعادته بلقاء الرئيس الإيطالي، شدد على الاهتمام الأزهر بالانفتاح على مختلف الثقافات ونشر الوسطية من خلال منهاجه وعلمائه ومبعوثيه وخريجيه. ولفت الطيب إلى أن الأزهر يستضيف ما يزيد على 30,000 طالب وافد من أكثر من 100 دولة، أشار إلى أن هذا يمثل تطبيقا عمليا للاندماج والتدريب على التعارف وقبول الآخر. وشدد الطيب على أن الأزهر بيحرص في منهاجه على التعريف بحقوق المرأة وغير المسلم في الإسلام، حيث يغلق الباب أمام أصحاب الفكر المتطرف الذين يصدرون صورة مزيفة عن الإسلام ويحاولون تطويع النصوص الدينية حسب أهوائهم المنحرفة. مصدر معانا كان من RT. هذا كان يعني بيان خارج من الرئيس الإيطالي وأيضا بيان خارج من شيخ الأزهر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والقبض على سيدات ورجال من عائلات شهيرة أثناء أعمال منافية للآداب. وشهدت منطقة العبودي وسط مدينة الفيوم في مصر حالة من الصدمة بعدما فوجئ أهالي المنطقة بسيارات شرطة كثيرة تطوق إحدى العقارات السكنية بالمنطقة، تم الكشف بداخلها عن شبكة جنسية، وتمكنت قوات الأمن من القبض على شبكة دعارة بينهم سيدات ورجال من عائلات شهيرة بالمحافظة، حيث تسبب خروج السيدات ملفوفين بملاءات سرير في صدمة كبيرة لأهالي الحي الراقي الذين لم يتوقعوا حدوث تلك الأعمال المنافية للأداب بمنطقتهم، فيما اصطحبتهم مباحث الأداب العامة إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروة المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم اختارا من المقدم سيد غيضان رئيس مباحث شرطة الأداب، بورود معلومات من أحد المصادر السرية وجود شقة ملك سيدة تديرها للأعمال المنافية للآداب، وأن الشقة تستخدم لممارسة الدعارة ويتوافد عليها العشرات من راغبي المتع الحرام بينهم سيدات ورجال من عائلات شهيرة بالفيوم. وأعد قوات الأمن حملة أمنية مكبرة داهمت الشقة السكنية محل البلاغ، وتم ضبط من في داخلها من سيدات ورجال يمارسون الرذيلة، ثم جرى اصطحابهم إلى قسم شرطة أول فيوم لتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وبالتحقيق مع المضبوطين أكدوا أن الشقة ملك سيدة، بالكشف عنها تبين أنها مسجلة دعارة بمديرية أمن الفيوم، وأنها تدير شقتها للأعمال المنافية للأداب مستغلة أربع ساقطات بينهن سيدات ينتموا لعائلات شهيرة، وذلك لاستقطار راغبي المتع الحرام لممارسة الدعارة داخل الشقة مقابل مبالغ مالية. واعترفت المتهمة بمضمون ما جاء في التحريات وعلى لسان المقبوض عليهم برفقتها. مصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحية كبيرة لعيون مصر الساهرة رجال الداخلية المصرية على هذا الإنجاز وهذه الضربة الجديدة. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. منذ قليل نقابة المهن الموسيقية تطالب مطربا بالاعتذار بعد تحريف ابتهال مولاي الشهير. قال المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر علاء عامر إن حل أزمة وقف التعامل مع مطرب الراب مروان بابلو يكمن في اعتذاره. وأوضحت النقابة أن بابلو مطالب بالاعتذار عما شهده حفله الأخير من تغيير كلمات ابتهال الشيخ النقشبندي الشهير بصورة أغضب كثيرين، وتسبب الرابر الفلسطيني شاب جديد في أزمة كبيرة لمؤدي الراب مروان بابلو خلال حفل جمعهما سويا أدت لمنع الأخير من الغناء وفقا لقرار نقابة المهن الموسيقية
بعد تغيير شاب الكلمات مولاي إني ببابك قد بسطت يدي للشيخ النقشبندي إلى مروان إني ببابك. وتقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد مغني الراب المصري المشهور مروان بابلو لاستهانته بابتهال الشيخ النقشبندي مولاي والحط من شأن هذا الابتهال. واعتذر مطرب الراب الفلسطيني شاب جديد عما فعله بحفل المغني المصري مروان بابلو. المصدر معنا كامل الوطن، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر وتفاصيل البلاغ العاجل ضد زوجة رجل الاعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة. تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ضد بهيرة ابراهيم الشاوي زوجة رجل الاعمال صفوان ثابت لنشر اخبار كاذبة من خلال قنوات معادية لمصر. قال صبري في الوقت الذي ثبتت فيه عمالة وخيانة صفوان ثابت في تمويل العديد من العمليات المحظورة في مصر، وبعد ان تمكنت وزارة الداخلية من اجهاض مخططات تنظيم الاخوان والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، بعد أن تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل للأنشطة المحظورة، واطلاع الإخواني يحيى مهران وعثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأزرع الرئيسية لقيادة الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانوني المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم الإخواني. وتابع أنه مع كل هذه الجرائم وثبوتها في حق صفوان ثابت زوج المبلغ ضدها ونجله التي تتعمد إثارة الرأي العام بظهورها على قناة معادية للدولة ولتصدر العديد من التصريحات والبيانات الكاذبة المغرضة والتي تسعى من ورائها إلى إثارة الرأي العام، بل أكثر من ذلك امتدت في جرائمها للاستقواء بالخارج من خلال هذه الأخبار والأقوال الكاذبة، بل والأكثر من ذلك استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري والاستعانة بالمنظمات اللاحقوقية الكاذبة المعادية للدولة المصرية. وأضاف صبري أن كل ما فعلته المبلغ ضدها من جرائم تقع كلها تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام. واختتم صبري بلاغه بعد أن أرفق ببلاغه اسطوانة مدمجة للقاء زوجة صفوان ثابت ملتمسا التحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمتها جنائية. المصدر معنا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر أخير معانا وعاجل، الحكومة بتكشف حقيقة رفع نسب الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة والدولية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم نشره من أخبار على السوشيال ميديا في زيادة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء. أكد أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 21-22. وضح أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا سواء على المصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 21-22. وناشدت أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصيل مبالغ مالية أكثر منها من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة أو مكتب خدمة المواطنين التابعة للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة. مصدر معنا كامل الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوف حضراتكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.